زمان ما سوينا لكم فيديو زي كذا، فعندنا الحين بعض الاختصارات والحركات على الجالكسي اس 4. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندنا فيديو سريع عن بعض الاختصارات والحركات في الجالكسي اس 4. خلونا على طول نروح على الجهاز. شفت لما تشغل الجهاز يطلع لكم لايف كومبانيون هنا، فهذا مسج انت تقدر تغير المسج اللي انت تبي. لما تروح على الاعدادات، تروح للاعدادات بعدين لوك سكرين اللي هو شاشة الاغلاق، هنا ماي ديفايس في جهازي تلاقي شاشة الاغلاق، هذه لوك سكرين. دائما خذ الخيار الاول لوك سكرين ويدجت، موجود عندكم ايديت بيرسونال مسج، الرسالة الخاصة اللي موجود عليها سوي لها ايديت. فمكتوب هنا لايف كومبانيون يقول سامسونج كيبورد وكان ستور. اوكي سامسونج هذه اقدر اشيلها، خلي هذه ما تظهر اللي فوق الساعة او التاريخ اللي تحت الساعة، واللايف كومبانيون هذه اقدر اعدل فيها زي ما ابي. يعني هنا بكل بساطة نقدر نكتب وش نبغى نكتب المسج، نكتب فايل سيف. اوكي على تويتر سيلها بوني فايل سيف، حط اسمك على تويتر حتى خلنا سوين. اوكي فاقدر اختار حتى الخط اللي انا ابغى الخط فيه، تكتب المسج هذا اكتب بالخط الفلاني، واقدر اختار برضه بعض الخصائص عن الخط. اسوي انا سيف، سكر شغل الجوال، هتلاحظ انه موجود عندك فايل سيف. هذا الجوال على طول حط لك الباترن بالشكل هذا، صار عندك مسج هنا موجوده في البدايه فايل سيف. عشان نوضح شاشه الاغلاق مره ثانيه، الامر حقها امر شاشه الاغلاق اللي هو تروح لجهازي قفل الشاشه، موجود عندكم تطبيقات مصغره متعدده هذه موجوده، او تطبيقات مصغره لشاشه القفل، هذه هنا اللي تقدر تعدل منها الرساله الشخصيه الخاصه فيك. زي ما قلنا كثير ناس بتروح بالقائمه الاساسيه بالشكل هذا، قائمه الاختصارات اللي فوق، لما تسويها بصبعين حيطلع لك القائمة الكبيرة. الشيء الثاني تقدر تسوي في القائمة الكبيرة تقدر تاخذ الأشياء تقدر تعدلها. فالقائمة الكبيرة تسوي لها إدت تحرير، عدل فيها مجموعة الخصائص اللي انت بيها فوق. يعني الحين فوق في الاختصارات أبي يكون موبايل داتا موجود دائما في الاختصارات اللي فوق، هذه الاختصارات الباقي هذا كل شيء موجود. فلو حطينا الفلايت مود مثلا هنا، أوكي خلنا نرجع هنلاحظ الاختصارات صار فيها الفلايت مود. لما نروح القائمة الأساسية الأمر الباقي الأوامر الباقي كلها موجودة هنا. لما تبغى تدخل إعداد أحد الأشياء اللي من هنا زي مثلا الواي فاي، تدخل الواي فاي خليك ضاغط بس على الواي فاي متأخرك على طول على الشبكات اللي موجودة عندك. نفس الشيء اللي موجود عندك مثلا السمارت ستاي، سمارت ستاي عندك خاصيتين للسمارت ستاي اللي هو سمارت بوز وسمارت ستاي وسمارت روتيت. تبغى تسوي سمارت سكرول انه يقعد يدور الشاشه لفوق ولا تحت، تحطها اون ولا اوف. وفي فيديو موجود عندنا في القناه انك كيف تقدر تسوي الشيء هذا، ولا صح الميزه هذه وش هي. والميزه هذه شغاله على الاس 4 وشغاله برضو على الميجا، وبتجي على جوالات كثيره اخرى من سامسونج. الجهاز فيه قوه غير طبيعيه من ناحيه تشغيل الفيديوهات وتشغيل المحتوى المرئي. فلما يكون عندك محتوى مرئي انت مشغله على الجهاز، خلينا نشغل الصوت هنا. اوكي لما يكون عندك محتوى مرئي، المحتوى المرئي لما تحط الشاشه بالعرض، القدره الكبيره في الجهاز تقدر تسوي زوم حتى في نفس المقاطع، وتقدر تروح اي مكان في الفيديوهات هذه وتسوي لها زوم. ولا تنسوا الاختصار، الاختصار اللي تعودنا عليه انه تقدر تسوي اختصار الفيديو يصغر عندك يطلع على سطح المكتب، هذا برضه موجود. وحلو لو تتابع الفيديوهات اللي اول سويناها عن نفس الاختصارات والحركات اللي موجوده في النوت 2 وبرضه الاس 3، ما يمنع انه الجيل بعد جيل سامسونج نفس الاشياء اللي طورتها يحطوها جوال بعد جوال، هتلاقيها موجوده. شيء ثاني رايق من ناحيه نفس الجوال، لما تشبك عندك اي سماعه طبعا تعرف يطلع لك القائمه حقت السماعه اللي موجوده انه تم توصيل سماعه، يطلع لك اياها فوق. وفي عندك الاعدادات هتلاقيها تغيرت واضاف لك شيء في الاعدادات. فخلنا نروح اعدادات الاجهزه، هنا جهازي، وين نروح الصوت. اوكي الصوت، مستوى الصوت، حساسية الاهتزاز، طمة الرنين، أصوات اللمس. أوكي أدابت ساوند، أدابت ساوند اللي موجود يقول لك يسوي لك تشيكينج على نفس السماعة اللي انت حاطها، وبعض الأصوات اللي يطلع لك يقول يسوي لك اختبار لسماعة الهيدسيت أساس يعطيك أحسن صوت على نفس السماعة. فتقعد تمشي معه في البروجرس هذا وتاخذ انه هذا كلاريفاي هذا كويس مو كويس الصوت زي كذا. لما تختمها هذه بالكامل، خلنا الحين بنحوس في السماعة حيطلع الصوت جدا عجيب. لما تخلصها بالكامل listen carefully ضبط لك نمط الصوت على السماعات اليمين واليسار بحيث تعطيك أحسن صوت على السماعة اللي انت شبكتها. فلما تشبك على سماعة الاس 4 البيتس ولا أي نوع ثاني من السماعات تقدر تسوي النظام هذا أساس يعطيك تصفية ويعطيك adaptation للصوت، يعطيك تبني للصوت المثالي للسماعة اللي انت ركبتها. أحد الأشياء الأخيرة اللي بنقول لكم إياها هي وضع الحظر. طبعا وضع الحظر أنك تحذر المكالمات اللي تجيك وبعض المكالمات المزعجة. احنا الحين حاطين الوضع هنا مشغل نمط الحظر، وحاطين عندكم القائمة اللي تحت تقدر تقول متى الجوال يصير فيه وضع الحظر أو متى الجوال يفك من وضع الحظر. فتقدر تسوي من الساعة مثلا
9 الليل الساعة 6 الصباح عندنا الجوال يمنع المكالمات، وبرضه تقدر تحط ناس مسموح فيهم انه بعض الاسماء ضبط مخصص ومفضلة، اللي عندك قائمة المفضلة كلهم يصير مسموح لهم يتصلوا عليك حتى لو في حظر بيجيك المكالمة، او ضبط مخصص تختار ناس محددين من قائمة المتصلين اللي عندك في الجهاز تختار منهم انه مين اللي تسمح لهم يتصلوا عليك في اي وقت. برضه عندكم الاشياء هنا هذه تقدر تعدلوا فيها في وضع الحظر. في بعض الميزات تطبيقات أخرى هي اللي تقدر تسوي الميزات هذه في أجهزة ثانية، فإحنا بس ورنا لكم الميزات والخصائص الموجودة في الإسفار كونه جهاز يعني نقدر نقول نوعا ما مشهور. فمن ناحيتنا هذا كان الفيديو، أتمنى تعطونا لايك وسبسكرايب، لا تنسوا تشتركوا معنا في القناة، في عندكم اختصارات وأشياء كثيرة للفيديوهات الثانية أو أجهزة ثانية بالأصح. أخوكم فيصل السيف في نهاية الفيديو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلنا الحين على طول ناخذ بعض المزايا والخصائص على نفس الجهاز. نتكلم انه المعالج حقه هو الانتر اس ترانزليتر اس فويس وجروب بلاي، هذه كلها اشياء كانت موجوده في نفس الاس 4 16 جيجا بايت، والذاكره 2 جيجا بايت. موجود برضه الخصائص الاخرى اللي هي الواي فاي اللي موجود عندكم، خلنا نعطي الباس على طول. طلع عندنا بعد الاعدادات كامله اللي هي ستارت يوزنج يور كروم كاست.